السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومدعمي ومشجعي قناة فتح حسان تيرف وفتح حسان. ليلة سعيدة لجميع الأخوات والإخوان، ليلة سعيدة لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعوناكم. جو باس البونجور إلو ريمرسيومون أتو الباريور دي موند كي نوز انكوراج. تحية لخوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية للجالية المغربية، تحية للمغاربة من طنجة للقويرة ومن الحدود الشرقية للمحيط الأطلسي. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. كنشكر كاع الناس اللي كدعمنا وكتشجعنا بلي لايك وبلي كومونتير زوينين وكذلك بالبارتاج. كنقول لكم شكرا 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 لكم بزاف، رغم ان الشكر قليل في حقكم. كتبغيو القناة تزيد القدام، كتبغيوها تألق، كنشكركم مرة اخرى وكنقول لكم ميرسي 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 بوكو مي فان. كي داز نهاركم اليوم؟ كي كانت الامور عندكم مزيانة؟ كي جاتكم الربوات نوار؟ لابوات نوار كانت زوينة اليوم، عطاتكم الخمسة واثناش والعشرة. دوماج ما جا لا كات لا دو بازير، كان غادي يكون في لاريفي، مي لا رديتو البال والاخوان اللي تفرجوا راه كان جينا، كان جيني بار ان اوتر شوفال، وهذا السبب علاش كان ديسكاليفيا وما كان غادي يكون في لاريفي. مي معليش، المشكل ما كانش فيه هو، المشكل كان في لو 14، لو 14 اللي كحلها. هو على اين ندوزو ونشوفو ان شاء الله الكانتي ديال غدا اللي المعلومات ديالو كامله ربما راه شفتوها في الفيديو، وغادي ندوزو نبداو ان شاء الله النبذه ديالنا الملاحظه وبعض او بعض الملاحظات وندوزو لما يتبعوها. بون، غادي نمشيو ان شاء الله لو كينتي دي 28/6/2021 اللي غيكون في ليون باريلي ريونيون ان كورس ان لو 13 اي ديكلاري نون بارتون سي دو بلا 2000 متر غازون تيران غادي يكون اونتر سوبل اتري سوبل، دونك لانديس بينيتروميتريك ديالو غادي يكون اونتر 3.8 3.9 حتى 4.2، دونك غادي يكون شويه ديال الغيس. ردوا البال، غادي يكونوا 15 بارتون ان شاء الله. الديبار غادي يكون مع ميدي 50 سيداتي، سيتادير الوحدة قلقسمين بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل الحبيب به مواليه. عندنا اون ليني دروات او لا لين داريفي غتكون زوينة، عاوتاني غتكون فيها 500 متر يعني نص كيلومتر، تا هي بحال ديال الاول البارح كانت فيها 600، هذه فيها 500 ماشي مشكل، المهم طويله زوينه. دونك كتعطي فرصه لي زاتونتيست واللي عندهم الفينيش واللي عندهم لابتيتود الغيس. دونك اتونسيون، ردوا البال، الكورسه ما غاداش تكون سهله، الكرمومه غدا غتكون الكرمومه ان شاء الله. ردوا البال الخوت، الملاحظات غادي يبداو كما كنقول يدفقوا على اين. الكورسه غادا تكون تري ديفيسيل افيك تقريبا 3 طوال، لان راه كاين واحد الخطا تمايا. لا كورسه راه غتكون تري ديفيسيل افيك 3 طوال ولانديس دو ديفيكولتي 8.5، راه في الفيديو عندكم ديفيسيل افيك ان انديس دو ديفيكولتي 8، مي راه هي تري ديفيسيل افيك 3 زيتوال
ou l'indice 8,5. يعني الكورس ستكون جد صعبة بثلاث نجوم ومؤشر الصعوبة 8.5. ودائما كنقول لكم ملي كيفوت المؤشر 8 الفوق 8 8 ونص 9 9 ونص 10 كنلعبوا بحيطة وحذر وكنمينيميزيو ونخدموا الذكاء ديالنا. دونك ردوا البال، الكورس غدا ما سهلاش وما تستهنوش بها، وانا كنعاود نكرر ما تستهنوش بالكورس، قلبوا على الفلوس. دونك غادي ندوزو ديريكتومون لابواط نوار ديال لاشين لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فاتحة سانتيوف بور لو ميم كينتي دو 28-6-21. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فتيحة سانتيوف لخماس يومه 28-26 كالآتي: 10 11 جوج تسعود، جو ريبيت 10 11 2 اي 9 10 11 2 اي 9 10 11 جوج تسعود. مي ما تيقوش فيها بزاف غدا، ما تيقوش في لابواط نوار بزاف، ما كنظنش غادا تجيبهم بربعة او لا غادا تجيب منهم ثلاثة، ما يردوا البال راه الكورسة خايبة وحنا بيدنا ما عجبتناش لابواط نوار، ما بنادم يرد منها البال. غادي نمشيو ان شاء الله الله ديرنيير مينيت ديالنا ديال لاشين اللي غادا تكون هي لو نيميرو 11، لا ديرنيير مينوت لو نيميرو 11 رقم 11، لو شوفال اكومبانيون لو نيميرو 14 رقم 14، لي سوبليمون 15 اي 4 لي سوبليمونتير 15 4. غادي ننتقلوا ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال لاشين، اولا قبل ما ندوزو لا سيليكسيون ديال لاشين غادي نمشيو لا ميثود دي جور. لا ميثود دي جور نوزا دوني سولمون ان سول نيميرو، لا ميثود دي جور نوزا دوني سولمون ان سول نيميرو، لا ميثود دي جور عطاتنا فقط رقم واحد بالنسبه للكورسه ديال غدا، وهذا الرقم هو رقم تسعود لو نيميرو 9. كالعاده ملي كيكون رقم واحد كنقول لكم يا ابيض يا سويد، يا كاين في لاريفي يا ما تشوفوهش، ما كاينش الاختيارات. غادي ننتقلوا ان شاء الله لا سيليكسيون ديال لاشين اللي غتكون كالاتي: La sélection de 8 numéros de la chaîne Fatiha Ceinture pour le quinté du 28-6-21 est comme suit. L'arqam 8, le khoumas yomi 28-6-21, le canal Fatiha Ceinture, quel est-il? 1, 10, 12, 9, 11, 14, 15, 3. 1 10 2 9 11 14 15 3 1 10 2 9 11 14 15 et 3. بالنسبه لي سوربريز 8 اي 4. بالنسبه للارقام المفاجاه 4 8. غادي نمشيو للملاحظة الأخيرة ديالنا. الملاحظة الأخيرة ديالنا كتقول لنا أريانا سينيالي لا شيء يذكر، إلا كان سويفي غادي يجيبو اللعب،
كان شي توكار ولا اوتسايدر او لا دو توك او لا ان اوتسايدر اي ان توك في لو تيرسي غادي يكون جابو اللعب. مي اتونسيون اتونسيون، ممكن غدا يكونوا دي توك على ريفي، راه الكورسة خايبة وماشي بعيد انها تدير النية. مهم على اين ردوا البال، ونتمنوا ان المؤشر يكذب وجي عادية وكل شيء يستفد. مي رغم ذلك الحيطة والحذر والذكاء في لي جو ديالنا. دونك خوتي خواتاتي، الى هنا نكون قد انتهينا من النبذة ديالنا، من الملاحظة او الملاحظات، وكذلك من لا بواط نوار، لا ميثود دي جور، لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها، لا سيليكسيون ديالنا والملاحظة الأخيرة. نتمنوا ان هذا الشيء اللي ندوزنا لكم يكون في المستوى المطلوب اللي كتطمحوا ليه باش تقدوا ان شاء الله لي جو ديالكم وباش تستافدوا باذن الله. ونتمنى انني نكون كنفيدكم ونكون عند حسن ظنكم ونكون خفيف الظل كذلك على قلوبكم. الله يسر الامور والله يوفق، الله يجيبها سمينه. ما تنسوش دعوتكم لاخوكم فتي حسن كالعاده اللي كيتمنى لكم دائما الربح والتيسير والخير. وغنكون جد سعيد الى وفقني الله باش نكون مفتاح ربح لكم ونكون سبب في ربحكم ان شاء الله. وفعلا غنكون جد 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 سعيد. ما عليكم خوتي خواتاتي، محبي ومتبعي متتبعي ومشجعي ومدعمي القناة، الا تدعموا القناة ديالكم بلا جيم وبالبارتاج. ولي اول مرة كيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. والناس ديالنا الحباب ديالنا اللي معنا دائما، كنتمنى ان اللي دخل يدير جيم يدير البصمة الاعجاب وشجعوا القناة ديالكم بلا جيم وبالبارتاج. الله يوفقكم.